نقوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا نصوم نقوم نعم أجمل تكون حياتنا إذا عشنا مع قيام رمضان اليوم أعزائي المشاهدين نريد أن نتخذ قراراً بأن يكون لحياتنا وأوقاتنا نصيب مع قيام رمضان الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر حياتي مع الله أجمل حياتي مع الله وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة اللحظات الإيمانية اللي عشناها مع الصلاة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يستطيع الإنسان أن يعيشها على طول ويستمر فيها ويقوم بين يدي الله عز وجل في كل ليلة ويأنس هذا الأنس ويزداد قربا من الله سبحانه وتعالى ويحصل على شرف عظيم وعظيم جدا أنه في كل ليلة يقف بين يدي الله عز وجل ويناجي الله سبحانه وتعالى طيب الأجواء اللي حنا نعيشها أيام عظيمة شون يحقق هذا المعنى؟ كل العوامل مساعدة أنه يحقق هذا المعنى ويقوم الليل ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أول شيء يعلم ثمرة هذا القيام هذا القيام بين يدي الله عز وجل وقوفه بين يدي الله عز وجل فين بيوصله؟ فين بيوديه؟ الله قال بعد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال الله. الله بعدها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لما يعرف إن فضل هذا القيام أمر عظيم جدا راح يعشق هذا القيام راح يحب هذا القيام راح يأنس بهذا القيام الفضل طيب سبحان الله شيخ علي فضل صلاة الليل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن فضل لها فضل عظيم يعني أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل الله سلام كيف ما تكون أفضل عمل بعد الفريضة قيام الليل والله عز وجل يقول عن قيام الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يا سلام ساجدا وقائما يحذر الآخرة خوف يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يعني قاعد يعيش بين الخوف والرجاء يا شيخ علي لما تسمع هذه الآية
تخيل معايا واستشعر، يستشعر الإنسان هو يقوم الليل وواقف بين يدي الله عز وجل، إنه الآن قاعد يركع ويسجد ويدعي الله عز وجل في قيام الليل، والله من فوق سبع سماوات يثني عليه الله ويشكر صنيعه. الله يقول أمن هو قانت آناء الليل، الله سبحانه وتعالى يثني عليه. تخيل يركع ويسجد بين يدي الله في الليل، والله يثني عليه، الله يشكر هذا الصنيع له، يمدح الله عز وجل بهذا الفعل العظيم. الشيخ متميم، الآن نحن في المسجد، شو سبحان الله، هذا المسجد يمتلئ بفضل الله عز وجل في رمضان، الله أكبر، والناس مقبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. يا سلام، قيام الليل طريق عظيم للجنة يا أخي الغالي. إذا أراد الإنسان أن ينال الشرف، الشرف فعله بقيام الليل. جبريل عليه السلام، تخيل معي هذا الموقف، الله. يا أبو حسين، جبريل ترى ما ينزل من السماء للأرض إلا الأمر عظيم. يا سلام، نزل جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وقال لي: عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم، اسمع اسمع ايش بعد واعلم، هذه علم يقين، شيء 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 بعد واعلم، هذه وقف، اعطيني اعطيني اذنك كذا يا ابو حسين واستشعر معي ماذا قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم بعد واعلم هذه، واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناءه عن الناس. تبغى الشرف، تبغى العزة، عليك بالوقوف بين يدي الله عز وجل في الليل. شيخ علي، سبحان الله، أعظم أمنية للإنسان أن الله سبحانه وتعالى يجنب عن النار ويدخل الجنة. الله أكبر. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآن نحن نصلي ندبر الآية، تتجافى، يعني إيش تتجافى؟ ترتفع جنوبهم عن الفراش. ليه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا من ماذا؟ من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هؤلاء ما قاموا الليل إلا من أجل أن الله سبحانه وتعالى يبعدهم عن هذه النار، وكذلك يرجون ما عند الله. وأعظم أمنية للإنسان في هذه الدنيا أن يخرج من هذه الدنيا وقد رضي الله عنه وأدخله الجنة. أعددت لعبادي الصالحين. حذر وطمع، خوف وطمع. شوف الله أكبر. كما في الآية اللي قرأناها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، لماذا؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيام الليل دأب الصالحين قبلكم. يعني الصالحين صفة من صفاتهم، الصالحين الذين كانوا قبلنا كانوا يقومون الليل، الله عز وجل أخبر عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. آخر الليل كانوا آخر الليل يستغفرون الله ويقومون بين يدي الله عز وجل ويتلون كلام الله سبحانه وتعالى. جن. قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، والله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مقرب إلى الله عز وجل، والشيخ قال شرف المؤمن الله وقربه من الله، وكذلك مكفر للسيئات ومنهات للإثم. والأخيرة ومطردة للداء عن الجسم. يا سلام. فين المرضى عن قيام الليل؟ يا سلام. فين اللي يشتكي مرض؟ فين عن قيام الله الليل؟ أكبر. قيام الليل يطرد المرض والداء عن الجسم. أبو باسل قال قضية أن الله عز وجل وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، شلون نحقق الآن الإيمان أو القيام، عفوا، قيام الليل كله؟
في رمضان؟ في رمضان. يعني في رمضان تقدر تحققه بكل يسر وسهولة. تقوم ساعة 45 دقيقة يكتبك الله كأنك قمت الليل كله. شلون؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامي حتى ينصرف، حتى ينتهي من الصلاة، كتب له قيام ليلة. يعني أنت الآن الناس اللي مثلا يصلي ركعتين ويطلع ويصلي أربع، لازم تبدأ مع الإمام وتنتهي مع الإمام. يا سلام. حتى تنال، حتى تنال أجر قيام ليلة كاملة ما فيها حتى نوم. يعني كأنه قمت من أول الليل إلى آخر، بس بمجرد ما تصلي 45 دقيقة ساعة مع الإمام من أول الليل إلى آخر الليل. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله عز وجل من أسمائه الشكور. يعني سبحان الله، ساعة كأنني قمت الليلة كله. وهذا من كرم الله، من أسماء الله عز وجل الشكور. ما معنى الشكور؟ الشكور الذي يجازي بالعمل القليل الأجر الكبير. شكور، شكور وسبحانه وتعالى حليم جل وعلا. شيخ علي، احنا بعض الأحيان نشوف واحد نقول يا أخي يا أخي يا أخي وجهه مريح، يا أخي وجهه منور، تحس وجهه فيه نور. ترى هذا اللهم آمين، اللهم أنا نسألك من فضلك. هذا السؤال جاء واحد يوم من الأيام وسأل الإمام الحسن البصري، قال: يا إمام، ما بال المتهجدين بالليل، يعني اللي يقوموا بالليل ويصلوا بين يدي الله، ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها؟ الله. قال كلمة وأجاب بإجابة تكتب بماء العين، قال: هؤلاء أقوام خلوا بالله فكساهم من نوره. فكساهم من نوره. تبغى الله ينور وجهك وقلبك ويجعل لك نور على الصراط بين يدي الله، بين يديه يوم القيامة، أخلوا بالله في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اتخذ قرارا مع قيام الليل لتكون حياتك مع الله أجمل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعلنا ممن صلى صلاة خاشعة، اللهم اجعلنا ممن يتلذذ في مناجاتك يا رب العالمين. نتوب نذوب استياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة.